مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية ماي 2018. سعداء جدا بمتابعتكم لنا تقريبا ساعة ونصف في هذا البث المباشر وفي إطار حلقة أخرى من الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية. اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 ولاية اليوم أو المترشحين عن ولاية اليوم هما ولاية زغوان. ما فيها باس نذكروا أنه بدأت الحملة رسميا نهار السبت 14 أفريل بولاية توزر واليوم مع ولاية زغوان. ذكروا أيضا أن ترتيب الولايات تم بناء على الكثافة السكانية للولايات الأقل ثم الأكثر فالأكثر. طبعا نذكركم أيضا أنه فكرة هذه الحملة أو هذا البرنامج على طريقة مناظرة بين المترشحين، تطرح عليهم أسئلة في محاور كبرى وعليهم أنهم يبرزوا برنامجهم الانتخابي حسب الأسئلة المطروحة وحسب المحاور اللي تم تحديدها في البرنامج. تحديد نسب المشاركة بالنسبة للأحزاب تم تحديدها أيضا بالاتفاق بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا للانتخابات. إذا كانت تحبوا تتابعونا في الحلقات اللي فاتت وإلا في الحلقة متاع توا تنجموا الساعة تدخلوا على صفحة الفيسبوك متاعنا لايف، تنجموا تتفرجوا فينا على المباشر وإلا تدخلوا أيضا على الابليكاسيون الوطنية تنجموا تيليشارجيوها على البورتابل نتاعكم تتفرجوا فينا، وإذا فاتتكم الحلقة تدخلوا على اليوتيوب ولا على الموقع القناة الوطنية الأولى وتتفرجوا في جميع الحلقات. ربما فما شكون فاتهم أنهم يتفرجوا فينا ويحبوا يعرفوا شنية برامج المترشحين، مختلف البرامج بالطبيعة ينجموا يتفرجوا في كل الحلقات على الموقع نتاعنا وإلا على قناتنا على اليوتيوب. مرحبا بكم، توا تبدأ المناظرة مع مترشحي ولاية زغوان اللي نرحب بهم. على يساري نبدأ عن الاتحاد الشعبي الجمهوري سناء الحنبوسي، أهلا وسهلا بك. أهلا سناء، أهلا مرحبا بك عايشك. على يميني دائرة الفحص قائمة مستقلة قائمة الأمل فيصل الورتاني، أهلا وسهلا بك سي فيصل. شرفوا بيك عايشك. أيضا على يساري حركة تونس أولا السيد أحمد بن سير عن الفحص، أهلا وسهلا بك سي أحمد. أهلا وسهلا مرحبا. والاتحاد المدني سماح السعداني عن جبل الوسط، أهلا وسهلا بك سماح السعداني. ولقائمة النظور أصالة كرامة وهي قائمة مستقلة، ودائما نأسف لتغيب بعض المترشحين عن هذه الحملة لأنه مهم جدا نعرف مختلف برامج المترشحين للحملة الانتخابية للانتخابات البلدية. قبل ما ندخل في محاورنا وفي الأسئلة اللي باش نبدأ ونطرحوا فيهم، خلينا مبدئيا نقدموكم للناس اللي يتفرجوا فينا، نخليكم انتوما تقدموا روحكم ونبدأ معك انت سناء الحنبوسي. مثال تقدم روحك اللي يتفرجوا فينا وتعطينا أكثر معلومات باش هكاك يتعرفوا عليك. سناء الحنبوسي متحصلة على الأستاذية في اللغة الإنجليزية المطبقة، مترشحة عن قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري الانتخابات البلدية بدائرة الفحص. عندنا قائمة تضم 24 عضو، تشمل معناها فيها مربين، فلاحين عاطلين عن العمل، سعينا الكل باش إنه نعملوا برنامج انتخابي وإن شاء الله نحقوا جل أهدافه إن شاء الله. طيب نجيو لك انت سي فيصل الورتاني القائمة المستقلة الأمل، قد من روحك. فيصل الورتاني رئيس قائمة الأمل المستقلة دائرة الفحص إطار بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، ناشط مدني في المجتمع المدني، شديت قبل رئيس جمعية الفحص نجم يذهب الفحص سابقا. على هذاك نحن جينا لهنا باش نوريو برامجنا وباش نحكيو على بلادنا وباش نحكيو على شنية النواقص متاعنا، وبإذن الله نشوفوا إن شاء الله يكون هالفضاء هذا يورينا شنية الفحص وشنية الجهة متاع الفحص إن شاء الله. وعلى كل ما نفش نسألوك على الكلام اليوم نحكيو على العمل البلدي بالاساس. سي احمد اهلا وسهلا بك. مرحبا. احمد بن مصير عن دائره الفحص ايضا. نعم. قد من روحك. شكرا. احمد بن مصير مترشح عن حركه تونس اولا تقديم. احمد بن مصير من مواليد 1956 بمدينه الفحص، متزوج واب لثلاثه اولاد، اجيد اللغات العربيه الفرنسيه والانجليزيه، متحصل على شهادة مهندس أشغال الدولة من المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب اختصاص الآلية، وجائزة فخامة رئيس الدولة بمعهد الصاتيقية جوان 1980. التحقت بجامعة الميزوري كولومبيا بالولايات المتحدة برنامج نقل التكنولوجيا ترانسفير دو تكنولوجي 1982، وخريج جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية في الدراسات الهندسية المعمقة 86.
حاليا أشتغل بصفة أستاذ التعليم العالي بمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب 86، من 86 إلى الآن. سابقا كنت عضو نشيط بالمؤسسة الوطنية بيت الحكمة بتونس قرطاج درمش طيلة السنوات 91-93، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعات الفلاحية بالمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب على امتداد 12 سنة، مؤسس وعميد المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزاوان من 2002 إلى 2005، نائب رئيس بلدية الفحص ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية للفترة النيابية 2000-2005، رئيس بلدية الفحص للفترة النيابية 2005-2010، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتونس من 2005 إلى 2010. شكرا لك سي أحمد. إذا كان معناها تظن اللي احنا باش نغني نستغناو على سؤال خاطرك عملت هذا التقديم مطول، راه الأسئلة الموجودة وشادة بصوتك. مرحبا. مرحبا بك. ولكن بالعربية الفصحى مش باللغات الأجنبية. أهلا بك أستاذة سماح. عايشك. أنت عن الاتحاد المدني. ممثلة عن الاتحاد المدني. سماح سعداني موظفة بوزارة الصحة تحديدا بالمركب الصحي بجبل وسط. ممثلة رئيسة قائمة، رئيسة قائمة الاتحاد المدني بجبل وسط. دخلت الاتحاد المدني ان طونك مجتمع مدني. مجتمع مدني. ممثلة عن المجتمع المدني، اي ناشطة في المجتمع المدني، ممثلة عن المجتمع المدني. مستقلة بعيدة عن الأحزاب. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نوصلوا اللي بنيناه واللي نظمناه واللي حددناه من أهداف، إن شاء الله نوصلوا نحققوه. طيب باش نبداو في المحاور نتاعنا. كل محور تقريبا أو كل سؤال في محور معين لازمه 4 دقائق للإجابة عن هذا السؤال، لأن هما محاور كبرى وتتضمن نقاط تفصيلية مهمة جدا. نعطيكم فرصة الإجابة، وأحيانا أنا ندخل للتوضيح أو لأستوضح نقطة معينة أنتم قلتوها في إجاباتكم. خلينا نبدأ بهذا التقرير اللي أمنه لكم فريق للبرنامج، اللي فيه مؤشرات عامة عن ولاية زغوان، ثم نعود بطبيعة لطرح الأسئلة. نمشيو للشمال الشرقي وين نلقاو ولاية زغوان، الولاية اللي يبلغ عدد سكانها أكثر من 182,000 نسمة، وتوصل مساحتها ل 2768 كيلومتر مربع. في زغوان فما 6 بلديات وتم إحداث 2 دوائر بلدية جديدة. ولاية زغوان تتميز بموارد مائية هامة عبر 2 سدود كبرى و19 سد جبلي. موارد مكنت من ري حوالي 12,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وجعلت الأنشطة الفلاحية تحتل مكانة بارزة في النمو الاقتصادي الجهوي، حيث يشغل القطاع 32% من اليد العاملة، وتمثل الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة من أهم ركائز الفلاحة في الجهة. ونسبة البطالة تعتبر ضعيفة مقارنة ببقية الولايات، 10.4% من إجمالي السكان من دون موت شغل، برغم الخصائص الطبيعية والإيكولوجية كما حدائق النسري ومنابع المياه المعدنية العذبة، وكذلك المواقع الأثرية كما الحناية ومعبد المياه الروماني وقرية جراتو، واللي من الممكن استغلالها لجذب السياحة وتوفير مواد شغل جديدة. هذه مؤشرات عامة عن ولاية زغوان. نبدأ معك أنت إذن سناء حنبوسي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري بتبيع حسب القرعة اللي تمت في الكواليس لتحديد الترتيب على مستوى التدخل والإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول هو سؤال عام، شنية أولوياتكم اللي حددتوها في برنامجكم الانتخابي في علاقة بالمنطقة بتبيعة وبحاجية المواطن؟ بالنسبة للبرنامج الانتخابي بتاعنا خدمنا على عديد النقاط، من أهمها توفير الموارد البلدية، يعني إثراء الميزان البلدي بتاعنا، وذلك لتلبية يعني المتطلبات الضرورية وإنجاز المشاريع في عديد المجالات.
سوف نعمل على خلق موارد جديدة، وذلك عن طريق بعث تنظيم سوق أسبوعية لسوق الفحص، بعث نواة لسوق الجملة، كذلك سوف نعمل على إعادة تهيئة السوق الأسبوعية للدواب الفحص وتهذيب سوق الأسماك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي نطرقوا لها اللي هي عملنا على التهيئة العمرانية من بعث مشاريع من مد طرقات ومن تنوير وطرقات، وبالنسبة لزاد خدمنا على يعني على إنجاز عديد. كيفاش حددتوه برنامجكم؟ حددتوه بناء على مثلا اهتمامات المواطن، مشاغله، حاجياته؟ كيفاش حددتوا النقاط اللي فيه؟ حددنا النقاط عن طريق الإنصات إلى مشاغل الناس، وعن طريق أخذ آرائهم، عن طريق يعني مشاركة تشارك المواطن في أخذ القرار. البرامج هذه هي ترسيم يعني تسوية الوضعيات العقارية من أهمها، نشوفوا اللي في مدينة الفحص هناك العديد من العائلات غير قادرة على تسوية الوضعيات العقارية بتاعها، وهذا يعني طبعاً لأنهم ساكنين فوق أراضي تابعة ملك الدولة. ملك الدولة. يعني. نعم. سوف نعمل على إعطاء شهائد ملكية بها حسب القانون. ثم في مجال الاقتصادي، في مجال التنمية المدنية، في مجال الثقافة سوف نعمل على إنشاء مركبات ثقافية، سوف نعمل على سامحني مش مخرج. تفضل به. شكرا لك. نمشيو لسي فيصل الورتاني، ربما نرجع لك بعد شوية. أخت سناء، سي فيصل تقريبا نفس السؤال اللي هو أكيد حددتوا برنامج انتخابي، أكيد حددتوا أولوياتكم في هذا البرنامج الانتخابي للانتخابات البلدية، وطبعا باش تكون هذه النقاط تهم المواطن وتمسه في حياته اليومية. خلينا ناخذ ساعة فكرة عامة حول أهم النقاط اللي حددتوها في برنامجكم الانتخابي للانتخابات البلدية. أول حاجة نحن باش نحكيوا على برشا حاجات، مش حاجة بارك، اللي هي لمركزية الإدارة. نحن في الفحص عندنا أقل شيء في جهة الفحص فما 50,000 ساكن، هذوما ما عندهمش كما يقولوا فيها لا سيناساس لكنا لا مستشفى باهي، ما عندهاش حتى ينقصوا أبسط الحاجات. نتعدوا في إحداث تسهيلات، مثلا عندنا التفكير في إحداث تسهيلات الإحداث شركات مؤسسات مصانع وذلك. هذوما إحداث أماكن ترفيه للعائلة ما عندناش في الفحص. تصور أنت بلاد فيها 50,000 ساكن ما عندناش أماكن ترفيه للعائلة. ماهيش معقولة. الصحة ما عندناش سبيطار باهي في الفحص. مراجعة مثال الهند العمرانية في الفحص. الإشكال في كل واحد كيفاش يبني، خاصة هذوما الناس اللي عندها أراضي خاصة. أيوة. ما فماش مثال هندسي عمراني متكامل. هذا في الأرياف والقرى ولا حتى في المدن؟ في الأرياف وفي القرى وفي المدن. في مدينة الفحص وجهة الفحص، أنا كي باش نحكي على جهة الفحص كاملة. وعلى ولاية زغوان. نحكي على جهتي أنا قبل، خاصة أنا تو مترش على بلدية الفحص، باش نحكي على بلدية الفحص. عندنا حاجة أخرى. بالنسبة لل تطوير الشراكة مع المؤسسة التربوية. أيوة. من حيث الصيانة عندنا مكاتب راهو ماهيش مائية لوليداتنا باش يقراو فيها. بالنسبة للثقافة
ما عندنا في الفحص مهرجان تبر وماجوس، في الفيتيار نتاعكم قبيله نسمع فيكم ما جبتوش تبر وماجوس. تبر وماجوس هذه في البلاد تسمى في اللغه شو اسمها هي مش تبر وماجوس تسمى المدينه الكبرى. تصور رومانية، لغه رومانيه هكا اي رومانيه اسمها المدينه الكبرى. عندنا اكبر وحده نتاع فسيفساء موجوده تو في بار اللي هي خارجه من الفحص وما نذكروش ما نذكروهاش في الفيتيار ما يهمش هذيك حاجه اخرى فهمتني تو نورمالمون راه عندنا مسلك سياحي يجينا على الاقل نطوروا النشاط في البلاد نتاعنا. أيوة. على الاقل فما نشاط ثقافي والناس دولي تنجم تخدم. أيوة. 10.4% ما ظاهر لي كان هذا رقم صحيح اللي باش يقولوه بالنسبه للبطال. أيوة. انا راه في البلاد نتاعنا في الفحص عندنا برشا مشاكل نتاع بطال، عندنا ناس مساكن قاعدين ما يخدموش، عندنا زون اندستريال صحيح فما موجودين المعامل لكن ما عندناش مثلا اكل الهاي تيك لهو التكنولوجي زعما باش نجمو نجيبو مثلا معمل نتاع دواء، معمل نتاع ديبيوس ما ماهيش مهيئه. ورايي مش في لافي عملت توا لافي الايمات هذه فما زون اندستريال جديده اللي هي 50 هكتار. أيوة. جديده لكن ماهيش مهيئه فهمت توا هذه الاشكال في بريسك في منطقه في المنطقه اللي انا نعيش فيها وولد الفحص هذه الاشكال نتاعنا اخر مش يكونش في التفعيل مثلا في التشاركيه يلزمنا الناس الكل نمدوا يدينا لبعضنا في البلاد هذه باش نجموا نخدموا بلادنا. حاجه اخرى نحكيه في احداث مكان خاص يضم جميع وسائل النقل العمومي عندنا في الفحص ولا فما اون كومبرومون كبير. عندنا اون كومبرومون كبير كي تصير فما مثلا اعياد ولا حاجه يعطيك الصح ما عندناش حزاميه ما عندناش مكان باش نخصصوه للماء ومتاع السيارات. هذا الاشكال الكبير بريسك غروسو مودو اللي حكينا فيه على مدينه الفحص. طيب واضح سي فيصل الورتاني على القائمه المستقله قائمه الامل دائره الفحص. بعد شويه تو نجيو للنقاط اللي ذكرتهم لانه في مجالات مختلفه نجيوهم باكثر تفصيل. سي احمد بن صير عن حركه تونس اولا نفس السؤال نبداو بسؤال عام حول الاولويات اللي انتم حددتوها كقائمه بالطبيعه وكحزب في برنامجكم ثم بعد تو ناتيو للتفصيل شنو هي اهم الاولويات في نظركم انتم؟ مرحبا. طبعا احنا في تطرقنا للاولويات الملحه للبلديه بدأنا برؤية ما هو تحمله بلدية الفحص والمعطيات المساحة والمساكن والسكان وعدد الأحياء السكنية والمساحات الخضراء، وتوخينا في ذلك المعوقات الجغرافية حتى للمدينة. أجل مدينة الفحص هي في الواقع مدينة بنيت على ضفاف واد مليان بوذبان وعلى قرب من سهول خصبة وكذلك على مسار خط حديدي وطريق رقم 3. فهذم المعطيات هذه الجغرافية على المكان خلت المدينة يعني لم تتوسع بصورة عادية توسعت بشكل الهلال المقوس كرواسون. أيوة. يعني ماشية في اتجاه زغوان وفي اتجاه القروان. طبعا لابد وأن نتوخى مع المواطن استراتيجية الإصلاح واستقطاب المواطن نحو الاندماج في التفاهم لبلديته أول حاجة خاصة على مستوى إرساء أسس وثقافة النظافة والطوق نحو الأفضل. العمل ايضا النمطي لتطوير الاداء اليومي البلدي والمحلي على كل المستويات الحياه اليوميه. أيوة. من رفع فضلات تسهيل العبور بالمدينه السهر على قضاء مصالح المواطنين وتيسيرها وكذلك مع كذلك لارساء طرق جديده من الفاعليه والجدوى لتحقيق كل ما يترقبه المواطن. العمل الجاد والرصين على تحسين نوعية الحياة اليومية نحو الأفضل بالنسبة للمواطن بالمنطقة البلدية كما ترحيل المسلخ البلدي خارج وسط المدينة. احنا ضيقنا أني في النيابات اللي صاروا ديما عندنا إشكالية مع نظافة الحمل اللي احنا
تركيز مجمع للنفايات وربطها بما أحدثته الولاية، عندنا محطة تطهير، لكن الحقيقة العناية البيئية تتطلب منا الكثير، وكذلك مجاري الأودية وتبليط خاصة مرتفعات المدينة لحفظها من مياه السيلان. كلما تصب المطر البلاد ترجع كلها طبعا. فإن شاء الله الإخوة اللي مش يجوا ولا المجالس البلدية القادمة يعمموا التبليط في أعالي يعني البلاد عشان البلاد فيها ديبونت. التفكير بكل جدية في تركيز وحدة مستشفى جامعي بمدينة الفحص نظرا لتموقعها على الطريق الوطني عدد 3، وكنتيجة لتواجدها على مقربة من الطريق السيارة تونس قفصة، تو جايتنا أوتوروت، وإحنا الحقيقة عندنا حق يعني في مستشفى جامعي، واللي عندها تو الفحص مدينة ما شاء الله فيها 37,000 ساكن، عندنا مستشفى يعني عبارة كأنه مستوصف ماهوش كبير ياسر. وحسب اعتقادي هذا الكل يتطلب أن نخلق كل المجلس، كل الإخوة اللي يجون في المجلس البلدي يكونوا عندهم مناخ من الانسجام مع كل الأعضاء لتوجه يعني دغري كما يقولوا للعمل والنماء. وشكرا. واضح، شكرا لك يا عمد. على كل بالله نلفت انتباه سادة المشاهدين أنه المترشحة سناء حنبوسي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري جاتها جهة توعك صحي وجات الحماية هزتها، فيبدو أنها مش مسترجعة تكمل معنا البرنامج اليوم. إن شاء الله لاباس ليك سناء حنبوسي، ونكملوا ميساج نكملوا معكم أنتم بقية المترشحين للانتخابات البلدية عن ولاية زغوان. هذه كانت إجابتكم بالطبيعة حول أولوياتكم في المنطقة. طوى باش نبدأ، مازلنا مكملين معك انت سامح، مازلنا مكملين معك انت، بعد شوي نكمل ان شاء الله نبداو محاورنا. بالحق توقعت متقلق على سناء، ان شاء الله لاباس. يلا نجيو لك انت سامح، ونفس السؤال عن الاتحاد المدني. السؤال اللي هو شنو هي اولوياتكم اللي حددتوها في برنامجكم الانتخابي في علاقه بالطبيعه بالعمل البلدي؟ ان شاء الله لاباس يا سناء كي خرجت من بحثنا. أنا باش نتكلم باسم المجتمع المدني من خلال رؤية الاتحاد المدني كائتلاف حزبي. احنا طموحنا في الاتحاد المدني أنه تكون عندنا بلدية نموذجية. بلدية نموذجية ترد الاعتبار للمواطن ودوره في إدارة الشأن المحلي. بما أنه المواطن هو المحور الأساسي للعمل البلدي. بلديتنا لازمها تكون عصرية، نحن ماذا بينا تكون بلدية عصرية تتميز بالسرعة والجودة في إصداء الخدمات للمواطن. البلدية تقوم على مبادئ ديمقراطية تشاركية اللي يساهم فيها المواطن في رسم السياسات العامة المحلية ويتابع تنفيذها ويقيم الجدوى متاعها والفاعلية متاعها. معناها المواطن عنده دور كبير لهنا، مش البلدية وحدها باش تخدم، المواطن زيادة باش يكون عنده دور. هو عنده دور، لكن يا حبذا يدعم الدور نتاعو. وقت اللي يكون فما مشروع مقترح من طرف البلديه، المواطن من واجبه، من حقه كيما من واجبه، انه هو يتابع المشروع ويقيم الجدوى نتاعو باش يوصل ينتفع به في المنطقه نتاعو. ماذا بينا تكون البلدية تعتمد على كل التقنيات الحديثة للتواصل، تطوير الموارد المادية وطرق الحوكمة داخل الهياكل المحلية. نطمحوا زادة لتنمية روح المواطنة وثقافة المسؤولية الجماعية للنهوض بالمنطقة. بطبيعة ذاك اللي كنت نحكي فيه، معناها المسؤولية الجماعية مسؤوليتنا الناس الكل، ماهيش مسؤولية البلدية أكهاو، مسؤولية المواطن بالأساس. في بلديتنا ماذا بينا نشاركوا الناس الكل، الشباب، المرأة، حتى المتقاعدين. المتقاعدين مش معناه تقاعدوا وكهو، معناه وفيت خدمته، وفيت خدمته صحيح، أما عنده دور آخر، ينجم يكون عنده دور في التوعية، في التأطير، في برشا حاجات. ينجم يكون مثلا مترأس جمعية ويأطر فيها الشباب من خلال معناها العمل الجمعياتي. طموحنا ربط قنوات شراكه مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، واساسا مع مكونات المجتمع المدني، لانجاز مشاريع ذات قيمه مضافه عاليه واشعاع محلي في مجالات البيئه
والثقافة والرياضة والطفولة والمسنين، المجالات الكل. المجالات الكل لازم يكون المواطن فاعل فيها ومتدخل فيها. العمل على الانفتاح على الآخر باش نحرصوا زادة على خلق فرص تبادل الخبرات والاحتكاك بتجارب مختلفة في الداخل في إطار الشراكة بين الجهات، وعلى المستوى الخارجي في نطاق التعاون الدولي ومشاريع التوأمة بين المدن بطبيعة في كنف سيادة الدولة، خاطر مهما يكون من مسؤوليات ومن معناها باش تكون عندك سلطة كبلدية كرئيس بلدية ولا كبلدية ماكش باش تتجاوز حدودك في إطار سيادة الدولة. هذه في حسب معناها مجلة الجماعات المحلية. الجماعات المحلية الهدف هدفنا الناس الكل هو جودة الحياة في إدارة الشأن المحلي، وعلي فإننا نلتزم بتوفير كافة الإمكانيات الضرورية لحماية محيط العيش، ونتعهد بتبني سياسات محلية تشجع على ارتياد الفضاءات الثقافية والرياضية بالأساس بالعناية بالمناطق الخضراء والمسالك الصحية لتكون متنافسة للمدينة. شكرا لك سيدة سماح، سماح السعداني عن الاتحاد المدني. طيب باش نبداو في المحاور متاعنا بالمحور بالمحور، وكل محور بطبيعة عندكم تقريبا 4 دقائق باش تجاوبوا على السؤال وتاخذوا راحتكم في الإجابة عليه. نمشي وقبل ما ندخلوا في الأسئلة خلينا نشوفوا هذا التقرير حول التنمية العمرانية ونشوفوا أشنو حضرنا لكم من مؤشرات ومن مجالات تدخل أو اختصاص في إطار مجال التنمية العمرانية. تقرير أمنه لكم زميلنا طارق الخضراوي ثم نعود. في زغوان بنية تحتية مهترئة بالإضافة لقلة المرافق الأساسية وتدني الوضع البيئي وبرامج السكن الاجتماعي، هذه البعض من ملامح البنية العمرانية في ولاية زغوان. وبرغم أهمية الاعتمادات الموجهة للبنية التحتية والمقدرة ب 182 مليون دينار في إطار المخطط الخماسي بين 2016 و2020، فإنه عديد المناطق في زغوان لا زالت تعيش على وقع مشاكل مختلفة. أحياء لحناية، النزهة، وادي واز غابت فيها الطرقات والأرصفة والتنوير العمومي وشبكات التطهير، وهو اللي يدعو لضرورة التدخل لتحسين الوضعية. نفس الحال في أحياء وادي الرمل ووادي الزيت، بالإضافة لارتفاع وتيرة الأحياء العشوائية غير المهيئة. الأهالي في زغوان يطالبوا بتوفير المقاسم السكنية في كامل البلدية لتوفير السكن لمحدودي الدخل والفئات الضعيفة، بالإضافة لتعبيد المسالك السياحية بجبل زغوان وتنشيط الوظيفة السياحية للمعلم الأثري معبد المياه، بالإضافة للمطالبة ببناء دار الشباب ببير المشارقة وتهيئة دار الشباب بالفحص والمركب الشبابي بزغوان. نقاط مهمة ذكرت في التقرير في علاقة بالحياة اليومية للمواطن بالطبيعة وفي علاقة بالعمل البلدي. إن شاء الله تتحسن حياة المواطن في ولاية زغوان من خلال البلديات الجديدة اللي باش يتم تركيزها بعد الانتخابات البلدية. طيب السؤال في إطار التنمية العمرانية والتخطيط العمراني، نبدأ بك أنت سي فيصل الورتاني عن القائمة المستقلة، قائمة الأمل، باعتبار أنه سناء الحنبوسي اللي هي على الاتحاد الشعبي الجمهوري غادرتنا لتوعك الصحي. هي راهي الحقيقة خلينا نفتح قوس نشكرها على حضورها والتزامها بالحضور رغم توعكها الصحي، لأنه هي مريضة شوية ومع ذلك أصرت على أنها تحضر ولكن ما نجمتش تكمل، فإن شاء الله لاباس سناء. سي فيصل الورتاني، السؤال هو شنية رؤيتكم للتخطيط العمراني والمحافظة على البيئة عموما في برنامجكم الانتخابي بالطبيعة في علاقة بما ذكر بالتقرير؟ بالنسبة لعلاقتنا بالتنمية وبالتوسكيلي مراجعة مثال التهيئة العمرانية في مدينة الفحص أول حاجة، خاطر البلاد ماهيش مهيئة عمرانية، ماهيش تحس بلاد فيها برشا عشوائيات. مشيت الأحياء أخرى مش يكونش المدينة الفحص برك، الذراع، جوكار، جوكار هذه زارها سيد رئيس الحكومة ديرنيرمون وما صار فيها حتى شيء. عندك الغريفات، عندك جباس، عندك هذوما برشا مناطق ما عندهمش كياس، ما عندهمش تنوير، ما عندهم أبسط حاجات الموجودة للمواطن مش موجودة. أنت غدوك الحي بتشد بلدية الفحص
بين امكانيات باش تعمل اكل الاحياء هذيك، مش ال 182 مليار اللي عم اللي شفته في التو في الفي تي ار. هذوما الناس ما عندهمش مقاومه العيش، ما تحكيش على الدار شباب والثقافه و و و و هذوما مع حاجه كما يقولوا فيها ولات كان اكسترا بالنسبه لجهه الفحص. اما نحكي عن الحاجات البسيطه اللي هي كياس وتنوير. ساعات واحد تعرفش قال لي انا درنير مو مشيت البقعة اسمها جوجار، تعرفش قال لي؟ قال لي والله الحلوف حاشاكم عندهم جبل، خاطر هي منطقه روعه، شوف الجبل والخضرار ودنيا، وفيها اكبر معبد نتاع مياه قبل معبد البيان نتاع زغوان، هذه جوجار. قال لي والله لا نجم نخرجوا من ديارنا خاطر ما عندناش انبوبه باش نشعلوها باش تنيرنا على وليداتنا باش يخرجوا من المدرسه الموجوده في الجهه هذيك. نحكيوا على الذراع، الذراع ما تنجمش، صدقني سي شاكر، تدخل للذراع في الشتاء والله لا تنجم تدخل بكرهبتك مش بساقيك. وبرشا اماكن، تعال نحكيوا على دار شباب، دار شباب فحص ما عندناش مأوى، يجي زعما مأوى شنو هي؟ باش الناس كي تجيك من اخر الدنيا، المره اللي فاتت جاو جروب يابانيين ما لقيناش باش نسكنوه. وهي دار شباب هذه تفقد ساعة الانشطه. مش راهو مشكله في الاطارات الموجوده الغادي، المشكله في البنيه نتاع دار الشباب. حاجه اخرى نحكيو على البيئه، نحكيو على النفايات المطيشه في كل بقعه، نحكيو على المسلخ البلدي، المسلخ البلدي في وسط البلاد راه اللي هي هذه كانت عندها راهو 10 سنين التالي، فما اعتمادات ترصدت وما رينا حتى شيء في البقعه هذيك. تصور انت بلاد كيما الفحص فما حاشاك مرحبا في وسط البلاد في وسط ليسي، هذه شكون عملها؟ هذه شكون عمل التخطيط العمراني هذه؟ وعندنا راهو مشكله في الشهاده الملكيه في البلاد، ناس راهو تبني عشوائي. راه انا زرت فما منطقه اسمها القطايفيه وحي بوقطف، والله الناس ما عندوش الماء ويسكن في واد. كيفاش انت بنا موارد باش نجم تقد هذه العباد هذه الكل؟ باش تولي وقتها تتلز تكذب على العباد، تجي تقول له راهو انا سامحني انا راهو ذاك برنامج انتخابي. لا انا ما نحبش نكذب على العباد، راهي مشكله كبيره في البلاد، والمجلس البلدي باش يجي راهو يلزم يشمر على ذراعاته ويخدم، مش راهو كرسي يدور. راهي يلزمنا نخدموا بلادنا، ويلزمنا الناس الكل نحكيوا على التشاركيه في الحكم، يلزمك زاد انت يا مواطن تخدم بلادك، وتجي تشاركنا بافكارك. باش نجموا نحن نقدوا ونجموا نعيشوا في البلاد نتاعنا ما خير. انا نحكي على جهه الفحص كامله بجقار بالذراع بالغريفات بجباس سامحوني كما ذكرت الجهه. فهمتني؟ هاو الاشكال اللي عندنا نحن في البلاد نتاعنا. عده اشكاليات في الصحه في تصوروا انت. وان شاء الله ربي يوفقنا. شكرا لك. شكرا سي فاصل الورتاني. نجيو لك انت سي احمد بن صير، نفس المحور اللي هو رؤيتكم للتخطيط العمراني والمحافظه على البيئه والمشاكل اللي معناها تبارك الله وقاعدين نسمعوا فيهم برشا مشاكل، كيفاش ممكن تحلوه؟ شكرا سي شاكر. بطبيعه اول تقريب بند عندنا في رؤيه التنميه العمرانيه هي مراجعه المثال الحالي للتهنئه العمرانيه للمدينه واصلاح بنوده الجائره لما فيه خير وتنمية المكان. راهو المثال التهية هو عبارة كأنها أن لسي باسي للتنمية. وبعث روح ورؤية عصرية بالمدينة وإزالة كل البنود العقيمة التي حتمت على مالكي العقارات الصغيرة بالمدينة بوسط المدينة في الزيادة بالزيادة في رصيدهم العقاري عموديا. يعني ثم بند لكن ما عندكش 1000 متر مربع ما تنجمش تبني دوزيام وتروازيام. هذا راني كونيسور دو فات. ايوه. حركة المرور بالمدينة، لتيسير حركة المرور وسط المدينة سواء كاملة أيام الأسبوع أو بمناسبة العطل والأعياد، التفكير بجدية في إحداث طريقان جديدان متوازيان للشارع الرئيسي. عندنا شارع رئيسي واحد لو كان نعملوا معاه دو باراليل وعندنا الإمكانية، عندنا شارع ابن بطوطة جنوب مدينة الفحص و مواد مليان حتى القنطرة سليانة اترافير ارض بن خيره. الطريق الحزاميه مش فكره؟ الحزاميه هذيك للمرور اللي خارج مدينه الفحص، اللي ما قاصد سبيلها يتفضل ما ثماش مشكله، اما اللي يحب يدخل
احنا نرحبوا، احنا الاقتصاد نتاع البلاد ندوروا فيه كان بشارعنا الرئيسي. استجابة لندرة المحلات الإدارية والسكنية، أصبح من الواجب إحداث أحياء سكنية جديدة والتشجيع على توخي البناء العمودي لتركيز المصالح الخدماتية المطلوبة، صحية كانت أم إدارية أم غيرها. تصور سبلا جديدة من تركيز التنوير العصري واستغلال التكنولوجيا الحديثة والتي تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة خاصة بالمجامع الريفية أو حتى بالمدينة. المجامع الريفية عندنا ريف لمدينة الفحص كبير ياسر. وش باش تعملوا في الأحياء الشعبية العشوائية اللي نجر عليها بطبيعة تذبذب في المسالح للشراب، التذبذب في ربط بشبكات التطهير والتنوير؟ هذيك يلزمها معالجتها على أرض الواقع واحد بواحد. يعني العمل الجاد على إصلاح المسالك الفلاحية القديمة واستغلالها في الطريق في التقريب بين القرى والمدينة وتركيز مسالك أخرى حسب مثال مديري شفاف وعادل ومنصف. إعادة ربط قنوات التطهير فيما بينها وهي قاعدة سايبة تو في واد مليان. بعد تنظيف مجرى واد بوذبان وجهرة وترصيف أحداث مناطق خضراء واستراحة وتركيز غراسات تليق بالمكان حتى هذا بمدينة الفحص، مع التفكير الجاد لبعث مساحات خضراء بكل من جهات سيدي عامر وجوغار وبن سعيدان وذراع بن جدر، واستغلال منطقة الغريفات في سياحة المغاور والكهوف الجبلية والتشجيع على تركيز البنية التحتية في تلك الأماكن. ممكن إحداث مناطق خضراء وفما بوادر متاع تلوث بيئي كبير على نتاج للمصانع اللي تهدد الفلاحة البيولوجية مثلا؟ والله هو في الواقع هي تحت رقابة على جال عندنا المحطة متاع التطهير، هي اللي خارج من المصانع كلها عادة يروح للمحطة. أما ساعة لساعة في القنوات بان تتواصل، فالواد الحقيقة ولا الحقيقة عفن سامحوني في الكلمة يعني فيه وضعية مزرية. وإن شاء الله المجالس البلدية المجلس البلدي الجاي ينظر في الموضوع بجدية. واضح. وشكرا. شكرا لك سي أحمد بن سير عن حركة تونس. أولا نجيو لك أنت سماح السعداني عن الاتحاد المدني، ونفس السؤال اللي هو شنو رؤيتكم انتم كقائمه مترشحه للانتخابات البلديه للتخطيط العمراني والمحافظه على البيئه؟ تفضل. عاشك سي شاكر. بالنسبه للمشاكل كان مش نحكيو على المشاكل، مانيش باش نسكتوا، عندنا برشا مشاكل. اهمها لما حاله في منطقتنا احنا كان باش نحكي على منطقه جبل وسط، اهمها هي التلوث البيئي. التلوث البيئي اللي ناتج على المصانع، كثرة المصانع. احنا عندنا دو زون اندستريال في المنطقة. مانيش كونتر التنمية ومانيش كونتر التشغيل، احنا بالعكس نشجعوا على الاستثمار ونشجعوا باش يجيوا المستثمرين في كل وقت، سورتو اللي معناها مثال التهيئة يسمح لهم باش يجيو ويستثمروا كذا. لكن يا حبذا احنا بلديه توسعت توا، بلديه ما عادش بلديه جبل وسط كهو، توا وليت تبعتها التله وعين صفصاف وعين عسكر والمنيقع. يا حبذا كان المستثمرين يوليو يشوفوا البعيد شويه، اللي عندنا مناطق راهي مناطق بعيده ومناطق ماذا بها تحيا شويه، وماذا بينا احنا زاده نركزوا فيها شويه مصانع باش نقضيوا على معضله التشغيل. هذه حاجه. الصناعيين مرحبا بهم، لكن زاده يحاولوا يشوفونا احنا شويه كمواطنين. البلده قعدت في عباره في الوسط، المنطقه السكنيه في الوسط، منطقه صناعيه على اليمين، منطقه صناعيه على اليسار. أهالي البلدة يعانيوا من برشا مشاكل صحية، برشا مشاكل صحية. فما دي غاز كونسيرو، فما التلوث البيئي وصل حتى للماء. الناب نتاع الماء ضربت. نحن نقولوا لهم مرحبا بكم، احنا مانيش كونتر انكم تستثمروا، لكن زادة ترعيوا شوية الجانب هذايا، معناه الجانب البيئي. باش نعملوا زيادة على تكافؤ الفرص ما بين المناطق. تكافؤ الفرص في شنو؟ سورتو في النقل.
احنا جبل وسط منطقه قريبه من العاصمه معناها من با نص ساعه على العاصمه، لكن ما عندناش وسائل نقل. وسائل النقل زاده بين المناطق اللي في وسط البلديه، المنطقه البلديه بين التله وجبل وسط ما عندناش نقل كافي. حتى اللي يبداو يسكنوا في التله ولا في عين صفصاف ولا في عين عسكر ولا في المنيقع يمكن يساعدوا باش يهبط لتونس، سورتو اللي في المنيقع وفي عين عسكر يساعدوا باش يهبط لتونس وما يساعدوش باش يمشي لجبل وسط، خاطر ما فماش ترونسبور. يلقى نقل لتونس وما يلقاش لجبل وسط. يلقى نقل لتونس وما يلقاش النقل لجبل وسط، وقت اللي هو نورمالمون مستحق باش يخدم في المنطقه الصناعيه نتاع جبل وسط. ما فماش نقل. احنا كوميم يلزم واحد يخدم على الجانب هذايا، معناه النقل سورتو النقل. تكافؤ الفرص زاده في الجانب اخر، معناه جانب رياض الاطفال، توفير دور شباب للمناطق هذيا باش يكونوا كوميم زاده. احنا تو ماشيين ونتقدموا مش ماشيين ونوخروا التالي. ونحن لاحظنا زاده اللي فيها الخمسه سنين ولا سته سنين التاليين وخرنا تو ماذا بينا نرجعوا على الاقل. طيب على شويه نيفو حكيت على شباب ويظهر لي انه فما كثير من دور الشباب اللي لازم تاهيلها وصيانتها واحداث كما في الفحص في المواطن الشباب. وفما مناطق يلزم احداث دور شباب، احداث دور شباب باش كمان الشباب هذاك يتاثر يلقى شكون ياثروا كمان. الخدمات الاداريه شنو باش تعملوا فيهم؟ لانه يبدو انه فما نقص شويه. الخدمات الاداريه ما عادش عندي وقت لمحاله، انا كثرت في الحديث على التلوث، اما الخدمه الاداريه على الاقل. شكرا لك، شكرا لك سماح السعداني. ننتقل للمحور اللي بعده اللي هو زاد محور مهم جدا ويدخل في صلب العمل البلدي بالطبيعه حسب القانون الجديد ان شاء الله للجماعات المحليه، اللي هو التنميه الاقتصاديه والاستثمار، احداث المشاريع، دفع التنميه بالجهه، وهذا باش يكون ان شاء الله من بين عمل المجلس البلدي الجديد. شنو هي رؤيتكم لهذا؟ خلينا نشوفوا التقرير اللي امنه لكم فريق البرنامج ثم نعود لطرح السؤال. الاقتصاد في زغوان، الوكالة الجهوية للنهوض بالصناعة والتجديد خلال سنة 2017 سجلت 138 نية استثمار بالجهة بقيمة جملية تقدر بحوالي 182 مليون دينار، ومن المنتظر أنها توفر 1784 موطن شغل جديد لأبناء الجهة. الاقتصاد الجهوي في زغوان يرتكز بالأساس على الفلاحة والصناعة، حيث يقدر عدد الناشطين المشتغلين في القطاع الفلاحي حوالي 19.4%، في حين أن المشتغلين في مجال الصناعات المعملية يبلغ حوالي 28%. المواطنين في زغوان يقولوا أنه من أبرز معوقات الاستثمار في الجهة هو شساعة الأراضي الدولية الفلاحية والتي تقدر بحوالي 57% من المساحة الجملية للولاية، والبطء في مجال التسوية العقارية لأراضي الأحباس. زغوان الولاية القريبة من تونس العاصمة تعيش على وقع ضعف الجاذبية في استقطاب المؤسسات الخدماتية والتجارية، وتحتل الولاية المرتبة 12 في مؤشر جذب الاستثمار. مرتبة 12 في مؤشر جلب الاستثمار. طيب نقطة مهمة انتهى بها التقرير بصوت زميلنا طارق الخضراوي. نبدا معك انت سيف عسل الورتاني. والسؤال شنية السياسات اللي باش تعتمدوها باش تشجعوا على التنمية في المنطقة؟ حسب ما سمعنا تو في الفيتيير، حسب ما انت محضر ولو سمعنا في الفيتيير رقم 12 زعما في الاستقطاب هكا ولا نحن شنو باش نعملوا؟ نحن ديجا قلت لك عندنا نحن نعملوا تفكير في احداث تسهيلات، نحن باش نسهلوا ان شاء الله مع المجلس البلدي الجديد باش نسهلوا بالنسبه للمستثمر باش يجينا البلاد نتاعنا. تعرف الفحص مثلا الريون نتاعها عندك مطار انفيذه قريب لها، كي تخرجها انت على جوجل ودويك الحي المنطقة الصناعية نتاع الفحص وديك الحي تخرج على جوجل وتقول راني انا قريب للمطار نفيذة 50 كيلومتر، مطار تونس كارتاج 60 كيلومتر، ميناء رادس كذا، المنطقة الجديدة اللوجستيكية اللي باش تصير في جبل الوسط فهمت توا 11 كيلومتر ولا 20 كيلومتر. بالنسبة هذه كل وقتها تجلب المستثمر، لكن رغم ذلك المناطق الصناعية ماهيش مهيئة ماهيش مصنع. فما عندنا منطقة صناعية مهيئة
وفيها مريقلة أمورها واضحة، لكن فما منطقة جديدة اللي فيها 50 هكتار مازالت تحت الدرس بشيء، عندهم إشكال في الماء حسب ما آخر دراسة عملتها لافي. من علاش الاقتصاد في زغوان تقريبا مبني على الفلاحه مش عارفين خطر... على شنو اللي لازم انتم شنو ناويين تعملوا باش تقويوا النسيج الصناعي فيه؟ يعطيك الصحه، انا زيد باش نحكي لك زاده على الفلاح، على النسيج بالنسبه للصناعي. ديجا هاني قلت لك فما مدينه سما منطقه صناعيه اللي هي جديده في منطقه الفحص، ديجا فيها 50 هكتار. به نحن بالنسبه لمدينه الفحص عندها حاجتين زوز خصوصيات، الفلاحه والصناعه. حسب ما نعرف انا فما 32% يمارسوا في زعما التشغيل في الفلاح. وعندنا سد واد الكبير هذا، فما سد واد الكبير هذا عام 1969 صارت فيه فيضانات، تكسر السد هذاك. تعرف كان السد هذا شو يعمل؟ كانت بالنسبه للمائده المائيه كانت مريقله. علاش ما فماش احداث سد جديد؟ نجموا راه تنجم الدوله بمواردها الخاصه تنجم تعمل لنا سد جديد ونعملوا مناطق سقويه جديده وتنجموا نطوروا الفلاحه البيولوجيه اللي هي تو من خصائص ولايه زغوان وجهه الفحص. هاي فما اشكاليات هذوما نورمالمون راهو فما راهو كي نحكيوا على السد، سد ماهوش باش المجلس البلدي راهو باش ينجم يقوم بسد باهي، لكن هذاك نهزوا دوسي عندنا شكون في الفلاحه. قالت فرنسا قبل ما تخرج عملت مثال هندسي جديد كي يعرف عنده عمر معين السد هذاك، راهو هاو في البقعه الفلانيه فما موجود. حتى وزير الفلاحه كي ينجم هاو يسمع فيه، كان يسمع فيه راهو فما مثال هندسي على السد واد الكبير، راهو نعملوا منطقه عملته فرنسا وصالح التوا. يعطيك لا هذا صالح التوا اجي نقول لك ينجم ياخو عليه على الاقل بارتي، وعندنا المهندسين نتاعنا نحن عندهم كفاءات ينجموا يزيدوه. طيب ويعملوا طيب نقدموا على مستوى احداث المشاريع، كيفاش تعملوا مثلا فما مشاكل كبيره على مستوى تعطيل الاجراءات على مستوى الاراضي اللي الوضعيه نتاعها مشكل كبير فيها؟ انا قلت لك اول ما بديت قلت لك تسهيلات بطبيعتنا نحن باش نسهلوا للمستثمر اللي يجي باش يجينا في العقار في تبسيط الاجراءات في فما عندنا مشكله في الاداره التونسيه، نحن عندنا البطء في تنفيذ الاجراءات هذه اللي باش تنجم يجيك المستثمر. مش راهو المشكله نتاعنا يكون في الفحص، هذه مشكله عامه في بريسك على مستوى تونس الكل. يجيو نعملوا الاداره الرقميه هذه، خلي المستثمر يخدم خدمته من غادي ويجي يستثمر في الفحص ويستثمر في جبل الوسط ويستثمر في برشا بلايص. هل الاشكاليات الكبيره مش شبكه متوفره غادي باش تعمل اداره رقميه؟ كيفاش؟ شبكات متوفره باش تعمل اداره رقميه؟ نحكي على مستوى انا وطني تو. واضح. شكرا لك سي فيصل الورتاني. نرجع لك انت سي احمد بنصير. سي احمد بنصير عن حركه تونس اولا، نفس السؤال اللي هي شنو السياسات اللي باش تعتمدوها باش تشجعوا على دفع التنميه على دفع الاستثمار في الجهه؟ تقريبا حصرنا التصورات في 8 نقاط. اول نقطه هي التخطيط الجاد لاعاده تقييم امكانيات الجهه. مدينه وريف على جال بكري كانت المدينه برك الناس تنظر لها، تولت الأرياف، وتثمين الموارد البشرية الكائنة والالتزام بتحديد منوال للتنمية المحلية، يلزم منوال واعتماده كاختيار استراتيجي في كل المناسبات وخاصة مراجعته في بداية كل نيابة بلدية. بصرف النظر عن المنوال الخماسي للتنمية اللي فيه الجهات، هذا خاص بأم كما يقولوا لام المدينة، ذاك كان ثم حاجة روح المدينة. العمل على تنشيط الموارد لدى كل الأهالي والمتساكنين بالمدينة وبالريف يعني بالمناطق الريفية بأحداث أسواق جديدة. المدينة نحب نركزوا فيها سوق أسماك يومي، سوق لمحاصيل الزيتون، سوق أسبوعي للسيارات. عندنا موجودة دراسات تعملت، نقعدوا حياتنا كامله ناكلوا في الحم والعلوش. انتم عندكم مشاكل نتاع مقاوي للسيارات، وعندنا والتفكير في بعث اسواق نصف اسبوعيه بصيغه المنتج للمستهلك. ما دام عندنا فلاح خلي الريف زاد، ثم تقريب في الارياف الكل ثم ثلاثه تجمعات سكنيه فيها السكان وكاينها مدينه. احداث منطقه صناعيه عصريه بمدينه الفحص على مستوى طريق القروان. برمجه الحرص على ادماج المعلم الاثري تيبور ماجيس بمثال التائية لمدينه الفحص على غرار ما هو قائم بمدينه الجم.
تشجيع رؤوس الاموال حتى تعملوا لهم، لانه المعلم الاثري هذا ومعبد المياه والمسالك السياحيه فما سوء استغلال او سوء توظيف حتى في الجانب السياحي مثلا، فاحش وغطرسه لنسيان تيبور بوماجيس ما تذكرتش هاو قدام ما تذكرتش ما نعرفش علاش. تشجيع رؤوس الاموال على تشييد واقامه متحف اثري جامع وشامل للصور للمواقع الاثريه الموجوده في ولايه زغوان، حطها في تيبور بوماجيس. يعني كيفاش تقيم متحف وانت اللي عندك ما فماش حسن استغلال، ما فماش حسن توظيف، خليني كيفاش توظف الموجود الاول؟ خليني نجلب ناس السواح جدراج لي شو اسمه لي توريست، نعمل لهم حاجه يزوروها. العمل الجاد والدؤوب على تركيز معارض اقتصاديه بصيغه الاسواق الفصليه والموسميه فيها بيع وشراء لتنشيط الريف، وبلورت افكار جديده حول الانفتاح على السياحه الجبليه. عندنا ثلاثه محيطه بين جبال يعني شو اسمها سيدي عامر وجوغار وبن سعيدان من احسن الجبال، كاينك في تبرقه، كاينك في تبرقه، والانتاج نتاع العسل الاصفى عسل هو في جبل سيدي عامر. يعني لما لا على يعني والشباب ضايل الشباب الجهه نعطوه الفرصة باش يعمل وحدات إقامة مثل ما أحدث على مقربة من جبل سيدي عامر ثم قصر الزيت. ممكن نشجع إذا الشباب على إحداث مشاريع صغرى في لحية باعتبار اللي أنتم عندكم؟ نشجع ومذهبية البلدية نعطوهم من المحاضرات من الإمكانات المتاحة باش يولي عندهم الفكر. وطبعا توفير على الأقل الرؤية للتمويل. كان البلدية تنجم تو تمول حتى لين البلدية تخلص حالها الساعة في البداية، لكن إن شاء الله تمول مشاريع في الريف، لما لا؟ وتنجم البلدية تدعم مواردها باش تخلص حالها؟ تخلص حالها على جال لا أعتقد أنها تنجم تنجم رؤيتكم على جال بلدية الفحص في نيابتي 850 مليون دين خليتها بمليار و262 مليون، بلدية التدوير الاقتصادي ما شاء الله عليه. طيب. شكرا لك سي احمد بنصير. نجيو لك انت سيده سماح السعداوي، نفس السؤال في المجال الاقتصادي ودفع الاستثمار، شنو ما السياسات اللي باش تعتمدوها باش تشجعوا على احداث المشاريع على دفع التنميه في الجهه؟ سيد احمد متغشش على خاطر تيبور بوماجيس معناها ما ذكروهيش، حتى انا باش نتغشش على خاطر عندنا معالم اثريه لا باس بها في جبل الوسط. عندنا مدينة أثرية في تابعة للمركب الصحي في جبل الوسط ماهيش مستغلة بتاتا، ماهيش مستغلة معناها جي تتفرج عليها وكهو، مدينة أثرية في جبل الوسط ماهيش معروفة. في رؤيتكم أنتم تنجموا تستغلوها باش نشط المدينة السياحية؟ نجموا نستغلوها، علاش ما نستغلوهاش؟ فما مسرح روماني في المركب الصحي تابع للمركب الصحي، نجموا نستغلوه للأنشطة الثقافية، علاش ليه؟ كي يبدا عندنا نقل يتوفر النقل من وسط المدينة للمركب الصحي المواطنين يحبوا ينشطوا، علاش ما ينشطوش؟ يحبوا يمارسوا الرياضة. عندنا جبل وعندنا ما شاء الله ما ينجموش يمارسوا الرياضه، احنا شبابنا توا مقتصر على القهاوي، بطال يمشي القهوه، ايتيديون يمشي للقهوه، علاش؟ وقت اللي انت عندك مجال باش تمشي تمارس الرياضه مثلا، باش تمارس انشطه ثقافيه، علاش ما تمارسهاش؟ اما زاده احنا ما فكرناش باش نعملوا فضاءات يتلم فيها الشباب ويمارس فيها هواياته وميولاته. طيب. خلينا نتعدى للجانب الاخر اللي هو احداث المشاريع. هذا جانب احداث المشاريع. به احنا في جبل الوسط مثلا، جبل الوسط كانت معروفه بالفلاح، منطقه فلاحيه، توا ولات منطقه صناعيه ومرحبا. عندنا المناطق التابعه لبلديه جبل الوسط، التله، عين صفصاف، عين عسكر، المنيقع. منطقه كيف التله وعين صفصاف مثلا فيها فلاحه ما شاء الله. معناها والشباب يحب يمارس الفلاح، عنده الرغبه باش يمارس الفلاح، لكن الامكانيات تعوزه الامكانيات، ما عندوش الامكانيات، ما عندوش كيفاش الارض هذيك كيفاش باش يستثمرها، كيفاش باش يزرع، كيفاش باش منين باش يجيب. يا حبذا نعاونوهم باش يعملوا مشاريع صغرى، الشباب عنده راهو طاقه، عنده يحب يدخل في الريسك، يحب يعمل مشاريع، لكن الدوله لازم تعاونه زاده وتقف معاه. تقف معاه باش يعمل مشروع اللي هو خاص به هو ويعمل تحدي في حياته، علاش ليه؟ في التله وعين صفصاف مثلا
فما مناطق فلاحيه، فما اراضي فلاحيه شاسعه، لكن عندهم مشكله مثلا، مشكله زاده سمعتها من المواطنين في حد ذاتهم، انهم مهددين بالخنزير، يهبط لهم الخنزير والمحاصيل الفلاحيه نتاعهم مهدده، يبقاوش يعسوا عليهم هما بالحجر. لزمهم مثلا نشوفوا لهم حل، هما مطالبين بترخيص مثلا في السلاح، خاطر هما فيهم برشا سلاح الصيد، عندهم برشا صيادين ويمارسوا فيها كهوايه، ويحبوا على سلاح باش يحميوا رواحهم، مش باش يدوروا على بعضهم، راه باش يحميوا رواحهم. معناها اذا حتى بالنسبه لكم انتم النسيج الاقتصادي يلزم يعتمد بالاساس على الفلاح، ولا ممكن يتنوع؟ ايش بي احنا موزايك، جبل الوسط فيها كل شيء، منطقه قريبه من العاصمه وقريبه من زغوي، معناها هي جايه في الوسط، هي اسمها جبل الوسط اما هي في الوسط، وسط ما بين العاصمه وما بين زغوي. بي ثم حاجه فاتتني بكري، باش نحكي على مشكله النقل. احنا جبل الوسط راهو مانيش صحيح، هي تهب جبل الوسط كمنطقه خاطر قريبه من العاصمه والمناطق اللي دايرين بها، اما زاد تهم ولايه زغوين ككل. ماذا بينا كان معناها ريت احنا انا نتكلم باسم الاتحاد المدني، اما ماذا بينا كان نتحدوا الناس الكل ونطالبوا بها شركه وطنيه، شركه جهويه للنقل، شركه جهويه للنقل باش تكون استقلاليه الولايه زغوان، باش ما عادش تقعد تابعه لولايه نابل، باش على الاقل نسهلوا التنقل. شكرا لك، شكرا لك سماح السعداني على الاتحاد المدني هكا. وفينا محور التنميه العمرانيه، وباش نتعداو لمحور اخر مهم جدا اللي هو مفاهيم جديده، ولينا نحكيوا عليها في حديثنا عن العمل البلدي في اطار اللامركزيه اللي هي الحوكمه. باش نمشيو لمحور الحوكمه بالطبيعه ونبداو في طرح سؤالنا بعد هذا الفصل. الحوكمة المحلية، وما أدراك ما الحوكمة المحلية، بالطبيعة مفاهيم جديدة ومهمة جدا في حديثنا عن العمل البلدي بالقانون الجديد. نبدأ معك أنت سي فاسل الورتاني عن قائمة الأمل، القائمة المستقلة. عندكم ثلاثة دقائق، بكري كنتوا أربع دقائق في كل سؤال، توا ثلاث دقائق باش تجاوب على السؤال اللي هو شنو رؤيتكم للديمقراطية التشاركية، وكيفاش ممكن تبعدوا عن المحسوبية وعن الفساد أو تقاوموا الفساد عموما. فرؤيتكم عموما للديمقراطية التشاركية وكيفاش ممكن تبعدوا عن المحسوبية وتقاوموا الفساد. بالنسبة للديمقراطية التشاركية هي تو مفهوم جديد اللي صار ومصطلح جديد صار هالأيامات هذه. الفساد عنده سنين والمحسوبية عندها مئات السنين. دونك أنت تو باش تجي تكافح ولا تقاوم هالفساد هذا يلزمك آليات. الحمد لله نحن في تونس تولت عنا برشا برشا منظمات ضد الفساد، تنجم تستشيرهم، تنجم تدخل معاهم في شراكه، وتنجم بغدويك الحي تهز لي دوسي هذوما اللور الموجودين في البلديات قبل، ونجموا وقتها نحكيوا على الحوكمه ونحكيوا على 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 الفساد كيفاش نجموا نقاوموه. وديجا نحن فما هي مقوله كبيره يقول لك فما فلوس فما فساد. هما تو نحن في البلديات فما مناقصات وفما برشا حاجات، كما فماش ناس عندهم إرادة وعندهم قلب نظيف ويدهم نظيفة، راهم السارق راهو باش يجي، راهو خدويك الحي. نحن الإشكال في سامحوني بالنسبة زعما نحكيو على البلديات نحن تو هاي الإشكال فين؟ تو فما دي دوسي في البلديات في معظم الجهات في معظم تونس، عندنا دوسيات خايبة بالنسبة للشراءات، بالنسبة للآليات، بالنسبة حتى فما عندنا عباد راهو مسيكن يبدا يرفع في الفضلات هذاك ومش مرسم. الإشكال راهو كيفاش هو ما عندهش كرني نتاع كنام، ما عندوش السيد هذا كرني، وما عندوش مثلا شهرية باش ينجم يعيش بها، وما عنده حد شيء. غدوك الحي تقول له أنت كيفاش ماكش تخدم بالكدا؟ فساد هو راهو عنده برشا وجوه يعطيك الصح. هذا انت ما عندوش لا دوش ولا عنده لا ماكلة باهية لا عنده حليب لا عنده لا عنده، وما عندوش شهرية وما عندوش كارنية تغطية اجتماعية وتغطية صحية، وتجي تطالب وتقول له اجا هز الفضلات هذيا نتاعي انا ونتاع كذا وكذا. يلزمنا نحن في المفهوم العام يلزمنا نحكيو حكاية باهية اللي هي يلزمنا المحسوبية، لا
يجاو نحطوا يدينا في يدينا بعضنا ونخدموا خدمه صحيحه للبلاد. الديمقراطيه التشاركيه كيف تشاركوا تشاركوا المراه مثلا فما في, أنا في القرار كيف تشاركوا الشباب؟ انا غنيت الحي باش نعمل باش نعملوا باش نعمل تسمى الليجان التشاركيه. هذه الليجان زعما نختاروهم في البلاد ناس حكماء باهي ونشاوروهم على الدوسي اللور نتاعنا نقول لهم واش عندنا تشاركوا الشباب بالطبيعه عندنا اطارات كبيره راهو في مدينه الفحص عندنا ناس عندهم راهو دكاتره في اي مجال هذه نعيطوا له اجا عندي مشكله في التجهيز عندي مشكله في كذا اجا نشوفوها هذه الحكايه مع بعضنا تو نلقاو حل راهو ينفوا نمدوا يدينا لبعضنا نلقاو حلول كي باش نقعد كل واحد انا راني من بقعتي راني انا نجم نعمل كل شيء راهو ما يعمل حد شيء هاي الاشكال الكبير تو نسيروا شكرا لك فاسل الورتاني عن قائمه الامل نجيو لك انت سي احمد بن صير حركه تونس اولا ونفس السؤال رؤيتكم للديمقراطيه التشاركيه في حديثنا عن المحسوبيه في حديثنا عن الفساد شنو محضرين في برنامجكم؟ مرحبا اذكر انه بالعمل البلدي في الدوره العاديه ثم ثلاثه جلسات جلسات اللجان واشغالها وجلسه تمهيديه الوسطى هذه وجلسه المجلس اللي هي نهائيه هذم الجلسات تعاد كل ثلاثه اشهر دونك ولهذا المواطن عنده الجلسه التمهيديه هذيك اللي يكون فيها يجيب مشاغله يجيب ما عنده ويكون موجود رئيس المجلس اذا كان يخدم وكونسيستان فيستمع يسجل يدون وتبدا يعني الحلحله لك المشاكل هذه بالنسبه لكثير من المواطنين الجلسات هذه صورية ما يعرفوهاش لا ما يعرفوهاش معناها يحضروا ويسمعوا شنو قالوا مشاو على روحهم ما يطبقوش ولكن حتى زاد ثم شويه من المواطنين وحتى زاد شويه من رؤساء المجالس اللي ما يحبش يحط لي بوان سيو ليزي هو انه في الجلسه التمهيديه الجايه يلزم يجبد القائمه نتاع كل ما طلب ويحاسب نفسه قدام المواطنين يقول لهم عندنا 29 مشكله حلينا منهم 20 ثم اربعه للحلان وخمسة عقيمي الجدوى وتمر القافلة لكن تكون كما هكا التشاركية أعتقد أن المواطن ينجم يكون ديما موجود أخيرا التشاركية حسب اعتقادي وهو يعني حاجة لازمة ياسر وشفافية الديمقراطية تتطلب تحيين كل المعلومات الخاصة بالأرصدة العقارية وأرصدة البناءات والأكرية والاستخلاص الجبائي والضريبي وجعلها في متناول المعاينة والاطلاع والتناول المعلومات الحديث يلزم كل شيء المواطنين يلقاه موجود كل حركة تتعمل لكان تتحط قدامه يعرف والنفاذ يعني المعلومة يولي سهل يولي سهل لكن الإنسان تحب لكن نحبه تو نطيره حتى للقمر تو نعملوا بلديات للقمر في الواحد احنا بلديه الفحص هذه في الواقع هي بلديه اول بلديه في الجمهوريه التونسيه اللي هي بلديه تاريخيه كونها الرومان وكانت بلديه ذات ثراء وابها والناس شيخ هذه في كتب التاريخ احنا يشرفنا ان زملائي في الفحص وبلادنا وكذا اللي هي هذه بلدية تاريخية وبلدية حديث شنو الحل بالنسبة لك فيما يتعلق بالمحسوبية والفساد بشكل عام اللي يبدأوا موجودين ساعات في بعض من البلديات هي الحقيقة السعي للتشهير بكل المتجاوزين وعدي للقضاء ثم تجاوز عدي للقضاء ولا شكرا لك سي احمد يجيب لك انت سيده سماح السعداوي نفس السؤال اللي هو رؤيتكم للديمقراطيه التشاركيه وكيفاش نجموا نبعدوا على الولاءات على المحسوبيه وعلى الفساد. ايه ان شاء الله اللي يسمعوني ما يتغشوش مني من الساعه. المحسوبيه هي اللي هلكتنا ساعه. هلكتنا في البلاد وهلكتنا في المناطق نتاعنا واحنا كمواطنين قبل ما يكون فما مسؤول يلزم المواطن هو اللي يسعى باش يحد من هالظاهره هذيا كان مش باش نقضيو عليها خاطر ما فماش شكون يكبر من غير ما انت تكبروا فماش شكون معناها كيفاش باش نعبر عليها اما أنا شخصيا من الناس اللي لا أهب في الحق لومة لائما.
المحسوبية كان نحبوا نقضيوا عليها سورتو في المنطقة كيف ما منطقتنا. نعملوا نواة للتشغيل من مكتب التشغيل، نعملوا نواة في المنطقة تكون حتى تابعة للبلدية، نواة للتشغيل باش تكفل بكل ملفات التشغيل، باش ما عادش يجي واحد يقول هاني عملت عليك مزية وخدمتك. يا أخي الخدمة راهي بيد ربي، وكل واحد معناها وقدراته، كل واحد ومؤهلاته. نجم نمشي ندق الباب وحدي ونهز دوسية ونتقبل وانا ما نتقبلش، هذيك حاجة أخرى. نعمل انترتيان ونتقبل وانا ما نتقبلش، هذيك حاجة أخرى. مش المشغل هو بيدو يقول لي كان ما بعثكش سيفلين أنت ما تخدمش، هذيك خاطر بعثه سيفلين ولا كذا أوكي يخدم، هذيك ما بعثوش سيفلين ما يخدمش. ألوغ باش نحدوا من الظاهرة هذية يلفو ميو الدولة تعاوننا ونعملوا نواة للتشغيل في كل بلدية. مثلا فما شخص معين ليه بالحكاية هذي، هو يتخيط لي دوسيي يلجيغ أسا مانيغ باش يتعامل مع الصناعيين ويتعامل مع المواطنين. طيب الديمقراطية التشاركية كيفاش تشارك المرأة، كيفاش تشارك الشباب، كيفاش تشارك المواطنين في العمل البلدي وتقنعهم بذلك؟ أنا ديجا من أول حديثي حديث حكيت على المجتمع المدني وأهمية مشاركة المجتمع المدني في العمل البلدي. معناها مسؤولية البلدية، مسؤولية المنطقة، مسؤولية البلاد، راهي ماهيش مسؤولية الإدارة، ماهيش مسؤولية البلدية، مسؤولية الناس الكل، مسؤولية الناس الكل بما فيهم الصغير والكبير. الأم في الدار كيفاش تربي ولدها، البو في الدار كيفاش يتعامل مع الأم وكيفاش يتعامل مع صغيره، في الشارع كيفاش نتعاملوا مع بعضنا، في الإدارة كيفاش نتعاملوا مع بعضنا. مش أنت جيب الدوسي لوح وغادي وذاك جيب دوسي تفضل سيفلين وكذا وكذا، هذاك اللبس بالكدا يتعدى وذاك مش لبس بالكدا يمشي أقعد استنى. زيد احنا زيد نصلحوا من رواحنا، اذا كان نحنا نصلحوا من رواحنا تو بلادنا تولي في خير، مش نقولوا من منطقتنا، بلادنا الكل تولي في خير. واضح، شكرا لك سيده سماح السعداني. مازال سؤال عام اخير نطرحوه عليكم انتم بعد هذا الفاصل. طيب احنا نحكيوا على انتخابات بلديه ان شاء الله نهار 6 ماي تبدا عمليه الانتخاب. انتم من المترشحين بالطبيعه لهذه الانتخابات عن القوائم نتاعكم انتم. نبدا بك انت سفيسل الورتاني عن القائمه الامل، القائمه المستقله. كيفاش انت تو عندك دقيقه سفيسل؟ اسمع معايا، عندك دقيقه، اسمع فيك، عندك دقيقه تتوجه فيها للشباب اللي قاعد يتبع فينا تو، كيفاش تنجم تقنعوا انه الانتخابات راهو تمسه هو مباشره وراهو تعنيه الانتخابات هذه؟ في دقيقه. هو نورمالمون الشباب هو تعنيه، خاطر هم المستقبل. غديك الحي، غديك الحي هو باش يدخل يكون فاعل في البلاد هذه، وهو يلزم يعمل عنده قرارات جريئه ويفك بايو كما يقولوها. انت تفك بايك، ابط ايجا للانتخابات، ايجا شارك، ايجا حط الاجدر، حط اللي تنال غديك الحي انت تعطي فيه الثقه باش غديك الحي يعمل لك اللي تحكي نحكيوا فيه الكل تو في الحصه هذه كل الانجازات والتشاركيه في الحكم والحوكمه والفساد و و و و اجى مد يدك في يد الناس نظاف واجى خلينا نخدموا بلادنا مع بعضنا انا وياك ولا حتى الشاب الكبير حتى المراه العزوزه حتى كذا اهبطوا اجاوا وانتخبوا. راه ما تنتخبش انت راهو يفك لك صوتك واحد اخر اللي ما حاجتكش بيه انت غديك الحي. اجى اي واحد انا من المنبر هذا اجاوا انتخبوا راهو احسن حاجه تعطي انت الديمقراطيه نحكيوا عليها هذه يلزمك تجي تنتخب وتفك شكرا بايك. شكرا لك سي فيصل الورتاني عن قائمه الامل. سي احمد بنصير نفس السؤال، الشباب اللي تفرج فيك توا واللي تبعك توا على مدى تقريبا ساعه من زمان، كيفاش نجم تقنعوا بانه الانتخابات راهو تهمه وراهو تمسه مباشره في حياته اليوميه؟ دقيقه. اريد ان اقول لكل شباب منطقه بلديه الفحص واريافها، الانتخابات هي حق لا تفريط فيه. يعني لا بد من الذهاب لصندوق الاختراع لتساعد على تحسين ظروفك ومجالات حياتك، وعدم تركها جزافا لمتصرفين ليسوا من يعني لا تهمهم، قد لا تهمهم يعني تحسين ظروفك. وشكرا.
شكرا لك سي احمد. بنصير عن حركه تونس اولا، والسؤال نفسه لك انت سيده سماح السعداني، الشباب اللي تبع فينا توا اللي سمعك وانت تتحدث في محاور مختلفه، كيفاش نجم تقنعوا انه الانتخابات فعلا تمسوا وتهموا مباشره في حياته اليوميه؟ من حقك انك تعطي صوتك، مش مشكل انك تعطي صوتك لزيد ولا لعمر، ماهوش مشكل. انت المهم عبر على رايك، عبر على رايك واختار، خاطر رك اذا كان ما تختارش غدوه باش يختاروا لك، وانت كي تكون فاعل اوموا ضميرك يبدا مرتاح. خلي ضميرك مرتاح وامشي انتخب، ما تنتخبش لهذا لهذا لهذا، المهم تكون مقتنع انت في مخك اقتنع. ومازال عندك قداش من نهار حتى لنهار الانتخابات، زيد خمم مليح واعرف شو تختار وماذا بيك تعبر على رايك، امشي انتخب وعبر على رايك. شكرا لك سيده سماح. هكا كنا وصلنا لنهايه حصتنا اليوم، بالتوفيق لكم جميعا بما فيه مصلحه الوطن بالطبيعه ومصلحه الجهات نتاعكم. مره اخرى نتمنى ان شاء الله الشفاء للسيده سناء الحمبوسي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، اللي نذكروا انه اصابها توعك صحي خفيف بالطبيعه في الحلقه اللي منعها من انها تواصل معنا مناظره اليوم عن دائره الفحص. نتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه اخرى مع مترشحين ولايه السليانه في اطار الحمله الانتخابيه للانتخابات البلديه. متابعه طيبه لبقيه برامجنا على الوطن الاولى، صباح الخير.